السلام عليكم مشاهدي شوف تي في، مرحبا بكم معايا في هذا البث المباشر من مدينة الريف واحد ديال مدينة ميدلز. هذا البث المباشر اللي من خلاله غادي نوريكم سوق ديال الكسبة، نشوفوا الأثمنة ديال الكسبة كيفاش دايرة هذا العام، نشوفوا أغلى خروف هنايا ويعني وأرخص خروف، نشوفوا الماعز بالنسبة للناس اللي كيعانوا من السكري اللي كياكلوا الماعز شحال يكون داير في الثمن، ونهضروا شوية مع الكسابة على هذا العام كيفاش كان العلف وشنو كياكلوا الشيه ديالهم، يعني واش طبيعية واش كيكون في المدعمات، واش يعني جميع نقولوا المحطات اللي كيدوز منهم الخروف ديال العيد قبل ما يتعرض للبيع. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. ايت مهند بلاتي شويه اصبر معايا. بسم الله. السلام عليكم ايت مهند ما يتلم، مرحبا بكم. السوق اسبوع الريش يسرق بزاف بزاف در العدد الله يحل الوان ولا شهد من اللي اللي تولي نزلت تدخل العيد يقوان سيت سبع سيت 8000 9000 كل ملي 10000. نتوما انا غادي نترجم لكم لانه السيد ما كيتكلمش بالعربيه، فغير تبعوا معاه اول ما يسالي يعني كل جمله انا نترجمها لكم. تفضل سيدي. المال ديال نتاع على فتحي حلال سي على فتحي مزين سميتو القرد النفصان تما زيت ولا تما شاس الكريم ولا شان التخبيط، يعني كياكلوا كل شيء طبيعي، القرد ديال البلاد الشعير ديال البلاد التبن ديال البلاد، ما كديروا لا سي كريم لا كي كنقولوا له الاخر، ما كديروا زعما ما كديروش داك الحوايج الاخرى داك من دعمه. لا 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 ولا داك الشان سميتو شان شان الشعريه البلديه وصافي السكن ملا ولا عند تخربيق لا يهم، غير المواد سميتو الماكله العاريه الطبيعه الناس ديال الجبال الناس ديال الغداء الناس كنعطيهم الغداء وكنعطيهم الحمد لله. هاد الساعة بعدا المهم طروا الدار الدور يضرخاي لا العلفي يضرن الله يحسن العوان، العلفي يضرن بزاف ايوا العلفي غلا بزاف الله يحسن العوان، اي العلفي شساف نغزان الله يكون في العوان الله يحسن العوان. العلف هاد العام غالي معقولة غالي هاد العام معقولة، زادوا الناس زادوا 20 ريال الكيلو اللي زادوا ايوا الله يحسن العوان. الفلاح صغير راه صعيب عليه الصراحه تقال الناس شتا ما كايناش شتا ما كايناش سميتو الناس هما الغنم ديال الريش زوين ما كانش الدف ما كانش العراض كلشي زوين الناس مزيان هاد الغنم ديال الغنم ديال الطبيعه ديال الجبل ديال كلشي يعني كيسرحوا غير هنا نيت في البلاد كنسرحوا في الجبل عندنا الجبل كنسرحوا له وكنسرحوا هنا كنبيعوا الغنم كلشي والغنم ديال 20000 كنبيعو في 12000 10000 حتى 10000 13000 ولينا كيسوى اللي ما كاين كورونا كيسوى 20000 ايوا اللي كتب الله الحصول الله يدير غسل البركه ان شاء الله الله يجيب غسل البركه. داكشي اللي كان باش ما باع الواحد راه شويه صعيب حيت العلف غالي ولكن كتفكوا عليكم بزاف زادوا العلف بزاف. الشعير كيديروا 40 ريال دغيا كيديروا 55 54 نقول هادشي غالي بزاف عند الناس سيدي هادشي كثير يعني كاين دابا اللي بغى يبيع غير باش يفك ليه. ايه الناس كيجيو للسوق غاسك كيفك غاسك كيبيع يسير يهز الخبز الدلالي ديالو يهز السكر اتاقي ولا اله الا الله وخلاص كيقضيو كيقضيو ولي الحمد لله هاد البلاصه معروفه زعما باللحم ديال الشيا كيكون نقي وزوين. ايوا ايوا ولينا الشيا ديالنا كينقي كلشي مزيان ما كاينش الغش ما كاينش شي حاجه خايب يعني بصح حيت ما كديروش الشمندار والسيكاليم وداكشي اللي كاين فخ عطي غاس العلف اللي زوين ديال الغنم تاع عطي العلف ديال الغنم ماشي ديال الدجاج يعطي الغنم لا ديال الدجاج وحدوت ديال الغنم ديالو حدوت صافي هذا اللي كاين. اي والله يدير البركه ان شاء الله الله يسخر لكم ان شاء الله الله يخليكم الله يصلحكم ان شاء الله الله يرحم الوالدين. انت تفضل نكمل معاك مازال ما سخيناش بك. انت قول لي شحال قلتي لي قبيله داير الخروف المزيان عندكم هنا شحال وصل في الثمن؟
ولي استشلحيت ولي حلال. اه غسي واستشلحيت انا نتر لهم. ولي حوالي حلال اللي تجاني العيد. قلت لي اللي مزيان. اللي مزيان 10000 10000 ونص 11000 المليح. لا اللي مزيان نيت بحال هذا اللي تبع قبيله حدايا هذاك 42 تبارك الله. هذه 42 42 2100 درهم تبارك الله. اييه اييه يسخر لكم نشوفوا بسم الله. الله يسخر اللي داه تبارك الله صلينا تبارك الله. الله يسخر لك ان شاء الله. الله يكتبوا العيد ان شاء الله تبارك الله عليك. مزيان شي 25 الله يسخر. اي يعني كل واحد على قدر المستطاع ديالو. كل واحد كيدير شحال تبارك الله. هادو ديال هاد العام نيت ولا وقيلا هذاك اللي دايرين كورونو وقيلا كيدور عليه العام كيكون كبير شويه. وني تبارك الله راه الخير موجود اللهم لك الحمد. هذا ولد العام باين صح. الحمد لله الماكله يصفنا ميول ما تقوليش عند الغش. انت اللي صاحب لكم ما كنفهمش في الخير كنتقلبوني. غير سميتو غير العشوب هنا غير طبيعي. لا سميتو اللي شان العرف تخص الكلمه واللي شان الميكات شان الغش زعما وري اللي لا غير الشاعر بالديا. الشاعر اللي كيسرح تبارك الله ما يخافش الواحد من اللحم ديالو. تمازير مصات سميتو دولي من تمازير. المهم الحمد لله شان الغشات ولي اللي ويعطيهم الله يحسن العوان. هاد الرزان يعلفهم بزاف الرزان الله يحسن العوان. والمعيز شحال كيديروا المعيز زعما الفحم تكاتي سميتو 8000 9000 وكل مليح ما كسبش 400 درهم 450 تبارك الله. تبارك الله ما وصلش. لا واقيلا ما وصلوش داكشي اللي سولت هنايا واقيلا تبارك الله. المهم ما غاليش 300 درهم كاع 350 درهم بحال هادي زيتاي بحال هادي بصح حيت كيديروا الناس قليل اللي كيدير 100 درهم 400 درهم 350 درهم تبارك الله. اييه الله يسخر لكم. هاد منى عايش ولا عرفت 3500 هذوك الدراهم تتحاسب غير 6000 650 درهم 100 درهم. وني تيدمر الواحد الثمره واحد 350 درهم 7000 ريال. ما عليكش ما عليكش الله يسهل عليك ما عليكش 350 درهم. المهم الحمد لله الله يسخر لكم. وقول للناس البلاصه فين جات حتى اللي بغى يشري خريفات مزيانين. دوز 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 ياثير دان دايت ياثير دان دايت ميسور هاي كيما دور المنطقه درعات فيلال سميتو كرزازات زكوره كلشي كيجيو زعما من هاد المناطق كاملين باش يشريو هنا. السوق الاسبوع اللي تاخذ الكبيره حيت انا جيت مع الطلاق خوا السوق بصح انا جيت معطله شويه حتى خوا السوق قلت لي كيكون تبارك الله عامر. ايه ايه السوق شويه خوي السوق هذا اليوم خوي زيد بعثي ديال غلا اليوم زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اش تاو الناس شويه تاو كيبان الخرفات. ايه هادو الله يسخر لكم ان شاء الله. شكرا سيدي على الوقت اللي عطيتونا. الله يسخر لكم ان شاء الله تبيعوا الحتمين اللي بغيتو. الله يرحم الوالدين.